السلام عليكم، اليوم راجع لكم بمقطع جديد. المقطع بيكون عن تلفيل شخصيات من 80 ل 90. طبعا الشيء هذا انا ما كنت صراحة مقتنع به، لكن بعد ما شفت يعني المقاطع وكذا حبيت ان انا اشارككم التجربة. اني بلفل تقريبا اغلب الشخصيات اللي هي اياكا وبرضه بال، لان عندي بال برضه 80، فبال واياكا وبرضه شنهي برضه بطورها وبخليها ان شاء الله 90. يعني الشخصيات اللي تهتم للبيست اتاك، لانه البستاك يعني اهم حاجه تقريبا للشخصيات هذه. بنبدا اول شيء بايكا، طبعا الستات حقها الكريتيريا 43، وهذا الكريت دامج. طبعا الست اللي حاطه اللي هو 2 بليزرد و2 جلاديتر. بوريكم اياه على السريع. C2 والتلنتات كراون النورمال وكراون الالتي، وستة اللي هو اللي طبعا في التجربة راح استعمل اكرة الكريت ريت اللي هي هذه. طبعا تزيد كريت ريت عشان يكون الدمج واضح حق الكريت، بدون ما مثلا ما تكرت وما يطلع الدمج الاصلي. حاليا بوريكم الدمج اللي هو الايكا لحالها، يعني بدون اي تدخل من اي بف، وبعدها بكامل البفات. الحين بوريكم الدمج مع كامل البفات، بشرح لكم البفات على السريع. البفات اللي بستعملها اللي هي شنهي، طبعا شنهي من اقوى البفات الكرايو عموما، بخصوص انها تعطي اتاك وتعطي برضه ريزيست حق العدو تقلله. وعندكم برضه كازوها طبعا معروف، اذا رفعت الليمنتل بيرفع لك العنصر حق الثلج. اخر حاجه اللي هو جنجلي. جنجلي عنده تالنت اللي هو هذا، اذا كان عليك شيلد الريزيست حق جميع العناصر اللي ضدك بيقل ب 20%، فهذا حيساعدني برضه زيادة يعني. فأترككم مع التجربة. للأمانة بعد ما طورتها أحس يا أخي الفرق مو مرة كبير. يعني زي ما تشوفوا الأتاك قبل كان 2400 وتقريبا في 40، حاليا 89، والـ HP برضه زاد 1000. يعني مو ذاك الفرق صراحة، لكن أتمنى إني ما أكون أندم يعني على القرار اللي سويته هذا، إني ألفل كل الشخصيات على 90 يعني. وبوريكم التجربة الحين، بخش بيها سولو وبعدها بيكون اللي هو البفات الكاملة يعني. فكالعادة باخذ اكلة اللي هي الكتريت وبخش عليها يعني. طبعا الحين التجربة بالبفات كاملة. صراحة كان في فرق في الدمج بين اللي هو ليفل 90 وبين ليفل 80 برضه، يعني في نفس الوقت ممكن ما تلاحظوا في المقطع، لكن بحاول اجمع لكم كذا يعني كم لقطه توضح الفرق في الدمج. فرق حلو بسيط يعني، لكنه كويس يعني. طبعا هذا الشيء ما تسووه الا اذا في حال انكم خلاص يعني اكتمل البيلد عندكم من ناحيه التالنتات، يعني زي انا مثلا هنا خلاص يعني بعطيها كراون هذه ان شاء الله بطورها، لكن مو مره مهمه زي الالتي والنورمال. برضه من ناحيه ارتفكتات يعني تقريبا هذا افضل شيء وصلت له، فكانت عندي كامله من ناحية الارتفكتات، من ناحية التالنتات، من ناحية جميع الأغراض، لكن موضوع الليفل بس، وكنت متردد يعني وبس وسويته. فعموما
فاللي له فترة في اللعبة وعجبته مثلا الشخصية فالموضوع صراحة يستاهل، يعني الفرق اللي بتشوفه حلو وبس والله. وهذا كانت التجربة في الختام. طبعا ما حبيت انهي المقطع بدون ما يكون في تجربة على الجيو فيشب، تجربة شوي حتكون يعني قاسية، فاترككم معاها. みんなそばに桜吹雪雪を前